واحنا بنتكلم على حلقات الحمل والولاده بنتكلم على تطور نمو الجنين داخل الرحم. يا ترى الجنين بيتكون ازاي؟ طبعا مفروض ان انا عارف ان في حيوان منوي من الزوج وبويضه ناضجه من المراه ويحصل اخصاب. لما يحصل اخصاب بتوفيق الله في الانبوبه او انابيب المبيض بتنزل البويضه المخصبه دي او الزيجوت ويلتصق بجدار الرحم، وبعدين يفضل ينقسم بقى. البويضه تبقى 2 وال2 يبقى 4 وال4 يبقى 8 وال8 يبقى 16 16 يبقى 32 وهكذا، انقسام انقسام انقسام. كلام كويس؟ نص الصفات، نص العدد الكروموسومي جاي من الاب من الزوج، ونص الصفات او نص العدد الكروموسومي جاي من الايه؟ من الام. خلي بالك معايا. يبقى اذا كان الراجل في خلايا جسمه كلها 46 كروموسوم، ففي الحيوان المنوي 23 بس. خلاص؟ وإذا كانت المرأة في كل خلايا جسمها كبد وعين وجلد وكله 46 كروموسوم، ففي البويضة 23 بس. لما يحصل اتحاد بين البويضة والحيوان المنوي يبقى عندي 46 كروموسوم، نص الصفات جاية من الأب ونص الصفات جاية من الأم. خلاص؟ بقى في زيجوت، بقى في جنين جديد. بعد أسبوعين بلاقي كده زي كرية صغيرة، ما يعني بتحسش بيها الأم غالبا. بعد 3 أسابيع يعني بدأت تاخد شكل كمثرة كده. بعد 4 أسابيع بقى عندي في براعم من الأنسجة، بدايات تكوين الرئتين والبنكرياس والكبد والحوصلة الصفراوية والربط، كل ده 4 أسابيع عن شهر واحد. شهر واحد. بعد 5 أسابيع بتبدأ ملامح الوجه في التشكيل، بعد 5 أسابيع، ويبدأ نمو الحبل السري، يبدأ يظهر بقى الحبل السري، 5 أسابيع. 6 أسابيع يعني شهر ونص يبدأ الجنين ياخد شكل أقرب إلى الشكل البشري كده، ويظهر كده بدايات صوابع. ده شهر ونص، 6 أسابيع. في 8 أسابيع بدأ، يعني شهرين، الجنين طوله 2.5 سم، بيقول عليه بوصة، وبيسمى بالحميل، يعني لسه مبقاش جنين، حميل، 2.5 سم. 2.5 سم وبدأت الأعضاء الداخلية والدم يجري، وهو عمره شهرين، في دورة دموية وقلب، وهو عمره شهرين، ورغم كل ده أمه ما بتحسش بيه، وعنده شهرين وعنده دورة دموية وعنده قلب. طيب إمتى بقى تحس بيه؟ هو عنده 3 أشهر. 3 أشهر يعني عنده 12 أسبوع. 12 × 4 فيها 3 أشهر. 12 أسبوع بقى طوله 3 بوصة، يعني 7.5 سم، ولديه أصابع يدين وقدمين كاملة التشكيل مع وجود أظافر، ولديه أعضاء تناسلية، وأقدر أعرف هو إيه بعد 3 أشهر. طب كده هو كده اكتمل 3 أشهر، خلاص؟ طب 4 و5 و6 و7 و8 و9، وعش كل ده بيكبر، لأن هو 3 أشهر يعني 7.5 سم طول الصباع. طب هو بيتولد يعني ما شاء الله كده 20-30 سم، ووزنه 3.5 كيلو لـ4 كيلو، يعني طفل. الطفل ده بقى بيكبر يكبر 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 يكبر، والجنين يكبر وهو يكبر ويكبر. ازاي بقى؟ يعني يمكن لغايه 3 شهور مفيش للبطن، مفيش للام بطن، انما بقى يبتدي السائل يكبر لحوالين الجنين، يبقى بيوصل لغايه 3.5 كيلو لـ4 كيلو سوائل بس يسبح فيها، والاغشيه اللي حواليه، الاغشيه اللي حواليه 3-4 كيلو، هي رخ. خلاص؟ يبقى 3-4 و3-4، ادي 7 كيلو 8 كيلو، والجنين نفسه من 3-4 كيلو، ادي 12 كيلو لغايه 15 كيلو حمل. تصور بقى ال 15 كيلو دول، الرحم اللي كان في الحوض قعد يكبر 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 لغايه لما غطى المعده والامعاء. دي مراحل نمو الحمل، خدناها بعد 2 أسابيع و3 أسابيع و4 أسابيع و6 أسابيع و8 أسابيع و3 أشهر، وبعدين وصلنا الى الفول تيرم. فول تيرم يعني كده جنين جاهز للولاده. يا ترى عملية الولادة بتتم ازاي؟ دي نشوفها حلقة قادمة ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.